إلى روسيا، حيث وردت أنباء عن عمليات إطلاق نار في روسيا وقعت في مدرسة وأدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، إضافة إلى 20 جريحا من بينهم أطفال وحراس أمن وأفراد من طاقم التدريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي أشارت أيضا إلى أن منفذ العملية انتحر بعد إطلاق النار ولم ترد بعد أي تفاصيل عن أسباب الجريمة أو منفذها. ولليوم الرابع على التوالي تستمر استفتاءات تقرير المصير في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية. وبينما تحاول روسيا ضم أراض أوكرانية، يحاول الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ضم جنود، حيث وعد جنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا بمعاملة طيبة وعدم إجبارهم على العودة إلى بلادهم إذا استسلموا للجيش الأوكراني.